السلام عليكم متتبعين قناة حبيبتي ليدي. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفوا طريقة تحضير بسطيلة ديال فواكه البحر الاقتصادية وتجي رائعة بواحد المذاق جد جد مميز، وتنتمنى إن شاء الله أنه يعجبكم. اللي غادي يكون هو المذاق ديال الفومي أو المدخن اللي تيجي رائع رائع فعلا، وتنتمنى إن شاء الله أنه نال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، غنحتاجوا تقريبا واحد الكيلو ديال السيبيا اللي ما تيفوتش تقريبا 49 درهم، غنحتاجوا شويه الربيع ونص كيلو ديال الكروفيت، جوج باكيات تاع الفيرميسيل، غنحتاجوا شويه تاع الهريسه، وغنحتاجوا حامضه اللي غنستعملوا غير العصير ديالها، غنحتاجوا اي نوع ديال الجبن البنات اللي تفضلوا هو اللي تستعملوا، جوج العلب ديال الفطر اللي صفيتهم وقطعتهم من قبل، وشويه تاع الزيتون مقطع مع نصف حامضه مصيره. غنحتاجو هذا هو المكون الاساسي والرئيسي في هذه الوصفه، هو لحم الديك المدخن. وغنحتاجو ورقه ديال البسطيله اللي تكون من الحجم المتوسط وتكون من نوعيه جيده. بسم الله على بركه الله، في كاسرونه وضعت الماء وضعت معه السيبيا مع شويه ديال الملحه، ومجرد غادي يطلع فيه الغليه غادي نحاول انني نصفيه ونشحره. غناخذ مقلاه اللي وضعت فيها شويه تاع الزبده وغادي نشحر فيها الكروفيت مع شوية الهريسة وشوية الحامض. غادي نضيفو شوية ديال الكركم وشوية ديال الثوم بودرة. غنحاولوا اننا نشحروا هاد الكروفيت لمده تقريبا تاع 3 دقائق، ما بين 2 دقائق حتى 3 دقائق. من بعد ما شحرنا الكروفيت مزيان غنوضعوه في واحد الاناء على جنب. وفي نفس المقلاة غنوضعوا فيها شوية ديال الزيت، اللي غنشحروا فيها شوية جوج العلب ديال الفطر المعلب. في هذه الاثناء غادي نوضعوا قطرات ديال الحامض، وغادي نضيفوا راس معلقه صغيره ديال الهريسه، دائما تنستمروا في التحريك لاننا بغيناه شي تحرق لينا الشامبينيون، وبغيناه ياخذ ديك النكهه ديال القرميشه ديال الثو او لا يا يدخلوا الطياب، مجرد تيبدا يترطق عاد باش نزولوا من المقلاه. غناخذ واحد الاناء اللي يكون كبير وغادي نوضعوا فيه الشامبينيون، وغناخذوا من بعد ما صفينا السيبيا خلينا تصفات، غادي ناخذوا نفس المقلاه غنوضعوا فيها شويه الزيت، وغادي نوضعوا فيها السيبيا اللي صفيناها من قبل. مجرد البنات ما تطلع فيها الغليه، الا بغيتوها ما تقصحش لكم وتبقى لكم رطبه وتكون طيبه وتجيكم مزيانه البنات، ما تكثروش ليها الطياب. قد ما نتوما كثرتوا الطياب قد ما تتقصح. سولتني واحد الاخت اللي قالت لي بانها قصحت لها، الا فاتت الوقت ديال الطياب ديالها هي فاش تقصح، مي الا عطيتيها غير شويه بمجرد طلع الغليه وخديتيها وصفيتيها وشحرتيها كوني على يقين غتجيك رائعه. غادي نضيفوا لها معلقه ديال الهريسه ومعلقه ديال الثوم بودره ومعلقه ديال الكركم وشويه ديال السكينجبير وواحد الرشه ديال التوابل ديال السمك. يا
غادي نشحروا سي بيا مزيان. من بعد ما شحرناها مزيان وحتى خدات يعني جميع القطع ديال السي بيا خداو لينا التوابل، غادي ناخذ واحد المقص وغادي نقطعوهم باش يجينا المكعبات ما يكونوش متساويين، شي كبير وشي صغير، باش يعطينا التوزيعه ديالتها في وسط المبسطيله تكون كافيه. بنفس الطريقه غادي نخدموا حتى الكروفيت. هنا البنات انا عندي الكروفيت كبير، الا كان عندكم صغير ما تحتاجوش انكم تعودوا تقطعوه، ما الا كان كبير بزاف تحاولوا انكم تقطعوه باش يجيكم موزع في البسطيله كامله، لاننا مجرد عندنا غير نصف كيلو ولكن غتجي رائعه وتجي عامره مزيان. تناخذوا الحامض وتنعصروه من فوق منها. البنات هنا عاوتاني واحد النصيحه غنعطيها لكم، حاولوا العلف او العظم ديال البذور ديال الحامض ما يطيحوش لكم فيهم لانه تعطي واحد النكهه مره. قطعت الزيتون قطع صغيره وضفته على هذا الخليط، وخديت واحد الاناء او لاكوكوط اللي يكون القاع ديالها ثقيل لاننا غنشحروا فيها الشعريه الصينيه اللي من بعد ما سلقتها وصفيتها وقطعتها. وضعت معلقه كبيره ديال الزبده حتى جوج معالق كبارين، وضعت معلقه كبيره ديال الهريسه، وضعت قطرات ديال الحامض، وغنحرك هذا الخليط مزيان عاد باش غادي نضيف له الشعريه الصينيه اللي قلت لكم كيف ما قلت لكم من قبل احنا سلقناها وصفيناها وقطعناها. بغيت نطول عليكم البنات الفيديو لهذا السبب، انا وجدت بزاف الحوايج باش يعني اغلبيه البنات تبارك الله عارفين الطريقه ديال الفيرميسال كيفاش تتخدم. وهنا تقدروا البنات الا بغيتوا تحتاجوها بواحد الطريقه، الا كنتوا مازال بانيش بها، انا هذه البسطيله السريعه، الا كنتوا مازال بانيش بها تترطبوها في الماء مده 4 سوايع على الاقل. من بعد ما شحرت الفيرميسال مزيان تنضيف ليها واحد المعلقه تقريبا حتى جوج معالق ديال صلصه الصوجا، تنضيفها حتى في الخليط اللي عندنا من قبل، وتنضيف معلقه تقريبا ديال صلصه ليزويتر اللي تتكون خطره البنات ولكن تعطي واحد المذاق رائع. تنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. بنفس الطريقه تنضيفوها في الفيرميسال وتنضيفوها حتى في الحشوه، وتنحاولوا اننا نكملوا الشحار ديال الفيرميسال. من بعد ما شحرناها مزيان تنضيفوا شويه القزبر والمعدنوس في الخليط الاولاني وفتا في الفيرميسال، وتنكملوا وتنستمروا في التحراك ديالنا عاد باش تنضيفوا هاد الفيرميسال للحشوه ديالنا. نحاولوا اننا نمزجوا هاد الخليط مزيان، تنضيفوا له الفيرميسيل وتنعودوا نستمروا في التحراك. تنضيفوا واحد الشامبينيون مخلل اللي الكورنيشون سمحوا لي الكورنيشون مخلل اللي مرقد اللي قطعته قطع صغيره، وتنضيفوا قطعه ديال اللحم المدخن، وتنحكوا الفرماج ما حدها سخونه باش يعطينا ديك التعليكه في وسط من البسطيله. هنا البنات انا عندي داك البلوك، نتوما تقدروا تستعملوا الفرماج الاحمر او الموزاريلا اللي توفر عندكم في البيت تقدروا تخدموا به. تنحاولوا اننا نحركوا هذا الخليط مزيان باش يندمجوا جميع العناصر. خديت بيضه البنات اللي وضعت فيها معلقه كبيره ديال الهريسه ومعلقه تاع الزبده ومعلقه ديال زيت الصوجا، وغنحركها مزيان قربتها مزيان. تناخذوا الفانسو وتنحاولوا اننا ندوزوه على الورقه، وتنوضعوا الحشوه في وسط من الورقه في التشكيله اللي بغيتوها البنات، مربع ولا دائره ولا على شكل سمكه كبيره، انتما تيبقى لكم الاختيار في التشكيله، اولا بسطله صغار تيبقى لكم الاختيار. من بعد ما شكلت البسطيله على شكل دائره تناخذ الورقه اللي تبقات ليا تجمعها بهذا الشكل وتنزين بهم البسطيله ديالتنا. انتما البنات التزيين تيبقى اختياري، تزينوها بالطريقه اللي بغيتو وتنجمعوها من الجوانب. قالي واحد جوج ورقات شديت البقص وقطعتهم ووضعتهم في الوسط ديال هذه البسطيله. البنات انا تنأكد التزيين تيبقى اختياري. غناخد غادي ندهن هاد الورقه من الوجه ديالها كامله بالخليط اللي تبقى ليا،
وفي نفس الوقت غناخد دي كوردون دي تيج اللي غادي نشد بهم الراس ديال هاد الورقه باش ما تحلش ليا فوق المدد. الفران ديالنا شاعل على 180 درجه، غادي نشعلوه من الفوق ومن التحت. البنات الا كان الكهربائي تنشعلوه من الفوق ومن التحت لان تتكون فيه ديك الفرفره اللي تتوزع علينا الحراره. الا كان ديال الغاز تنشعلوه من التحت وتنتا تتحمر لينا من التحت عاد باش نكملوا لها طياب من الفوق. من بعد ما وجدت لينا البسطيله ديالتنا تنزينوها بقطع ديال الحامض وبسميتو بقمرون اللي تيكون متبقي لينا تنشحروه في شويه الزيت. وهذا هو الطبق ان شاء الله اللي غنشاركو معكم في الفيديو الاخر ان شاء الله باذن الله في القريب ان شاء الله باذن الله. اللهم ادمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. اللهم إن هذا من فضلك وبفضلك، فاللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. وعيدكم مبارك سعيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. Thank you.